وصلت في الميعاد. بص بطل عربيتك، نفذ التعليمات اللي بقولك عليها، لإلا مش هتشوف فايدة تاني. لف، طلع سلاح كامو. حطه في عربيتك. دلوقتي هبعت لك واحد من رجالتي هيديك حق. وخد، مش هتحس بيه، حاجة بسيطة خالص لحد ما نوصل. ادخل. هلا يا باشا. تمام يا فندم. شارلي لسه جاي لنا دلوقتي يا فندم. استريح. وقدرت تحدد النقطة بالظبط؟ قدرنا نحدد النقطة بالظبط فين يا فندم؟ ايه يا مرعي يا باشا؟ نجهز القوة ونبدأ نتحرك؟ مش دلوقتي. لازم عمر سلطان يخرج من هناك الأول. وافرض عمر سلطان ما خرجش من المكان ده يا باشا. يبقى على الأقل هيكلمنا وهو مع سيف. الراجل ده مش طالب يقابله عشان خاطر يشاهد جماله يا بدر. الراجل ده أكيد ليه طلبات. وهو الوحيد صاحب القرار في الطلبات دي. للاسف احنا مضطرين نستنى. لو جد اي جديد تعالى بلغني. تمام يا باشا. اتفضل. شكرين يا فندم. تصدق عجبني شكلك كده. تعرف مشكلتك انت واللي زيك ايه؟ انكم بتتفرجوا على افلام امريكان كتير قوي، تبقوا دايما مصدقين انه البطل هيكسب في الاخر. البطل ده اللي بيضرب مليون رصاصه من غير ما يموت، ويقع من الدور العاشر، ولازم تستقبله شجره تاخده من غصن لغصن لحد ما يوصل على الارض رايق، يا دوب يقوم وينفض هدومه، وممكن قميصه يبقى متقطع شويه، ويعني ما فيش مانع من خربوشتين ثلاثه عشان الواقعيه. ده عبط وهبل. الواقع يا كابتن ما بيقولش كده. الواقع بيقول
ايوه يا عمر حبيبي. سامحني يا حبيبي، هكلمك من غير ما ابص لك عشان فريده قررت تعمل لي بورتريه. مثبتاني بقى، مش قادر ابص لا يمين ولا شمال. قول لي يا حبيبي انت عايز ايه؟ اشوفها يا سيف. تاني احنا مش قلنا لما ترد عليا الاول؟ موافق، اعمل لك اللي انت عايزه. حلو، حلو قوي يا عمر، ميرسي يا حبيبي. حلو كده سيف، تحب تنفذ امتى؟ والله يا عمر النهار لي يعني، لو بالليل احسن ولو دلوقتي احسن واحسن. محتاج اكلم الجهات اللي هتنفذ. نور بعينك، وقدامك ساعة ونص من دلوقتي عشان اجهز لك الطيران. تمام يا فندم. ميرسي يا عمر، ميرسي قوي. كل الدوكيومنتس اللي ليها علاقة بالشغل من ايام والدي الله يرحمه او الاول ما اشتغل معاك وانا مجهزها، كنت عارف ان ده اول طلب هيتطلب. تاني طلب تحويل كل المبالغ السائلة اللي عندك في اي بنك سواء جوه مصر او بره لحساب هنبلغك بتفاصيل. امتى؟ ممكن في اي وقت هتعرف، والتحويل يتم بالكامل اونلاين خصوصا الحسابات اللي بره. في اي طلبات تانية مطلوبه مني؟ ما اعرفش، مطلوب نخلص الاجراءات دي الاول وبعدين نشوف الاب هيجيب. تحب تستلم الدوكيومنتس ده؟ حالا.
يلا بينا. على فين؟ هتعرف. أنا جعان جدا. كل يا حبيبتي كل. أنا مش كده؟ كسفيش. مايك. إحنا في قبرص. هناكل في أحلى مطعم سمك. مش عاوز ناكل. ما تسيبني بقى، مش عاوز اكل. سلم نفسك يا سيف، المكان كله محاط. سلم نفسك يا سيف وسلمنا فريده. ومحدش هيتعرض لك، هتخرج في امان. سلم نفسك يا سيف، المكان كله محاط. سلم نفسك يا سيف وسلمنا فريدة. سلم نفسك يا سيف. انا مش بعمل كده تعاطف على طول. انا خلاص اتخنقت من البلد دي، مش عايز اسيبك هنا تاني. عمر اوعدني لو طلعتك من هنا سليم ترجع لي بلدي. محدش هيتعرض. اوعدني يا عمر. اوعدك. سلم نفسك يا سيف. غالبا غالبا سيف هياخد فريدة في العربية وهيوصلها. تمام؟ اسم اللي بقول لك عليه، هفتح لك شنطة العربية بالموت كنترول. سلم نفسك يا سيف وسلمنا فريدة، ومحدش هيتعرضك، هتخرج في امان. مين ده اللي عايز يقبض على سيف؟ المكان كله محاط. مين؟ أنا سيف؟ سلم نفسك سيف يا مجانين؟ سيف يا عمر؟ عمر؟ عمر يا غدار؟ سيبيني يا خان. يا كمان انا طلباتي كلها هتتنفذ. سلم نفسك يا سيف وسلمنا كلها. الطياره هتيجي والعربيه هتنتهي. انا سيف يا ولاد الجبل. سيف لو ما نفذتوش كل حاجه. فين العربية؟ مش بيقول لك كله نازل السلاح؟ خاين. سيف فريدة يا سيف. بأمارتي. بأمارة إن اللي ورا في إيدي. بص يا عمر، ده تربيتك ولا عقيدتك تخليك تقتل حد حتى لو كان مجرم ورهينة، ولا عقيدتك اللي تربيت عليها في الشرطة تخليك تقتل الناس اللي لازم تحميهم.
لكن انا لا يا شاطر. صح، فدي معاك حق، بس انت برضو بتخيرني ما بين عقيدتي وما بين حياة فريدة يا سيف. اكيد هختار حياة فريدة يا سيف. طيب ما تيجي نعمل اتفاق يا شاطر. مفيش اتفاق، اخد فريدة الاول وبعد كده نتفاوض. لا والله يا شاطر، شاطر يا عم. طبعا مش بس اسمع الكلام، سلمني فريدة وخد اختك وامشي يا سيف. انا لو اديتك فريدة يبقى انا واختي مش هنساوي عندكم حاجة، عشان كده انا مش هسلم فريدة وانا على باب الطيارة. جرب بس يا سيف، مش هتخسر حاجة. تضرب كده ليه؟ ما تقلقش، ما تضربش، انا هسلمك اختك وهسيب لك فريدة برضو لحد باب الطيارة. ابني بقولك ارجع. ما تقلقش، ارجع ارجع. ارمي سلاحك، ارمي سلاحك عشان تعيش يا سيف. كلب كلب يا ابني كلب. اخرج من مصر حالا. لا سيف، سيف ما سيبنيش، سيف سيف خدوها. الحمد لله على سلامتك يا سيد. سلم لعمرك سلطان، سلم لعمرك. الحمد لله، ربك اكرم ونظر. عايزة يا فريدة فين؟ فريدة في اوضتها من ساعة ما رجعت، مش عايزة تتكلم مع أي حد.